رصدت كاميرا اون سبورت لقطات خاصه لانفعالات النجم المصري محمد صلاح عقب احراز الكونغو لهدف التعادل خلال لقائهما مع المنتخب المصري امس. واظهر الفيديو تفاعل نجم المنتخب المصري وليفربول الانجليزي مع الهدف وقيامه بتشجيع زملائه لحثهم على تعديل النتيجه. ونجح صلاح في احراز هدف التقدم من ضربه جزاء سددها في الدقيقه الاخيره من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للتاهل مصر رسميا إلى مونديال روسيا 2018 لأول مرة بعد غياب استمر 28 عاماً.